احتفلت السفارة التشادية بالعاصمة السودانية الخرطوم بعيد الحرية والديمقراطية، ذلك بحضور وزير الداخلية السوداني الفريق حامد عثمان محمد وأعضاء الجالية التشادية بالخرطوم. المناسبة جرت بفندق روتانا. محمد عثمان بشير مرة أخرى. كغيرهم من المواطنين الذين ينتمون إلى بلادهم الحبيبة تشاد، التشاديون بالسودان يحتفلون بيوم الحرية والديمقراطية الذي يوافق عادة تاريخ الأول من ديسمبر، حيث نظمت هذه الاحتفالية من قبل السفارة التشادية بالخرطوم السودان، اعتبارا من أن هذه الذكرى كانت بداية تحول جديد في تاريخ تشاد، حيث كان تاريخ الأول من ديسمبر عام 1990 هو وصول الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة إدريس دبي إتنو إلى سدة الحكم، وإثرها كان نهاية لعصر ما يسمى بالديكتاتورية، وكان بداية لميلاد جديد عصر الحرية والديمقراطية والنهضة التنموية التي تشهدها تشاد. ذلك أبرز ما جاء في خطاب السفير التشادي لدى الخرطوم صالح حامد، وأضاف مذكرا السفير التشادي للحضور بأهمية العلاقات التشادية السودانية من أجل تعزيز روح التعاون وضرورة دعم مختلف مشاريع التنمية بين البلدين، وأكد معالي السفير عن أهمية الحفاظ على الأمن والسلام ودعم مختلف المجهودات المبذولة من قبل قيادات البلدين إدريس دبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير، ذلك من أجل النهوض بالبلدين نحو النهضة التنموية الحقيقية لكي تكون العلاقات الثنائية بين تشاد والسودان نموذجا للتعاون والعلاقات الدبلوماسية على مستوى الإقليم.